آمن تهتدي. طريقة أهل السنة والجماعة الاستدلال أولا ثم الاعتقاد ثانيا، يعني نمشي خلف النصوص الكتاب والسنة. طريقة أهل الباطل نسأل العافية والسلامة، أولا يعتقد ثم بعد هذا يلوي أعناق النصوص. إذن لابد أولا أن نستدل، فإذا جاء الدليل ماذا نقول؟ آمنا وصدقنا وسلمنا. مثال، يأتيك حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، تقول ماذا؟ تقول آمنا وصدقنا وسلمنا، أؤمن أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل نزول المخلوقين. إذا قلت هذا يهدك الله. إذن النتيجة، البداية قال آمن، فالنتيجة تهتدي بإذن الله تعالى. وعلى هذا سار السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم، آمنا وصدقنا وسلمنا، بداية الدرس الجديد. نعم.